رح نتابع سوا فقراتنا لليوم، وكل اللي حابين يتصلوا بكندا رح نكون معها فورا بأرض ورد. صباح الخير. صباح الخير. اتصل شو يقولوا لك؟ شو بكتير وشو بدنا نصق كم مرة؟ عن جد عن جد حرام. بحس انه النباتات بهالوقت عن جد قلبك عليهم، لازم كثير ننتبه للمي، ولازم كثير ننتبه ايمتى عم نسقي، ولازم كثير ننتبه للحشرات. هيدا وقت شوي صعب مش بس لنا، للنباتات كمان. مثل ما قلتي شوب، بلش كثير الشوب. الاكثر من هيك كل يلي بالجبال بحسوا انه بعد منه شوب كتير، خاصة المساء بس في رطوبة قوية، وبالنهار بيكون الشمس رجعت مع الرطوبة يلي بتضل على وجه الصبح، وهذا دايما بنقول انه هو كتير بيجلب، بيصير امراض للحشرات. المن كتير بيجي على هالظروف هيدي وغيرها كمان من الحشرات يلي هيدا الشيء البرفكت لها لحتى تنمى طب انا بس سؤال دايما هيك بيخطر على بالي، انه نحن عم ننتبه على النباتات الموجودين عندنا بجنينه على البلكون الى اخره كذا، الطبيعه قديش بترجلج حالها بهالوقت حتى ما نشوف، يعني ما بتشوفي كل هالحشرات، ما بتشوفي كل هالامراض حتى مع رطوبه ومع شوب وما في كتير مي والى اخره، ويعني غريب هال ما بعرف تعرفيها شو بيقولوا يعني نظريه البقاء للافضل. ايه؟ هيدا الشيء اللي بتعمله الطبيعه، ومشان هيك وقتها بتقولي انت تركي الطبيعه بهمها هي بتدبر حالها. كثير مزبوط، لانه خاصه اذا عم نحكي بالغابات او بالمحلات البريه، في سايكل متكامل لكل الكائنات الحيه اللي موجوده، كل واحد بيعرف شو اللي بيقدر انه ياكله وشو يلي بيقدر انه يخلص بشكل انه مزبوط. الاقوى هو يلي بيبقى، النبته القويه يلي طلعت بظروف مناسبتها، او لانه طلع لها انه بمكان مزبوط، التراب تبعولها مزبوط، الشمس اللي عم تاخذها مزبوط، مش كعب الوادي مثلا، فهي اللي بتضل. يلي بتكون ضعيفة أكتر بتموت إذا إجاها حشرات، ونفس الشيء الحشرات إذا بيجيها حشرات بتقدر أنه تاكلها هي يلي بتضل وإلى آخره. فهيدا دورة أو سايكل متكامل بالطبيعة، مش هيك بتقدر أنه تدبر حالها وتعمل هالتوازن هيدا. وقتا بيكونوا موجودين عنا بالجنينة ودايما في تدخل من قبل الإنسان، يعني هو بيخرب بيكسر هيدي الشين أو هيدي السلسلة، فأنت بدك أنه تاخدي زهور أكتر، بدك انه يكون جازون دايما اخضر، بدك انك تغذي، بدك انك تسقي، بتكسري نوعا ما هيدي. عدا عن انه منا طبيعه طبيعيه 100% اذا فينا نقول متكامله، وبالتالي بصير في هالحاجه لانه انت تتدخلي قد ما فينا. بنجرب انه ننصح ما نستعمل كثير مبيدات وقت اللي بنقدر انه ما نستعملها، وقت اللي لازم انه نستعملها دائما بنجرب انه يكون المبيدات يلي هي اقل ضرر ان كان للبيئه، لحتى ما كمان بقلب الطبيعة انه تقدر انه تخرب بقدر المستطاع، ولقلنا كمان ما تكون كتير مأزية. مش هيك هلأ صار في كتير انواع من المبيدات يلي منقلها اورجانيك او عضوية معمولة من اشياء طبيعية واورجانيك، وفي مبيدات يلي هي صارت ممنوعة كليا لانه بتقدر انها تعمل ضرر ان كان للبيئة او للانسان، وفي المبيدات يلي هي كيميائية يلي ضررها اقل من الفايده اللي ممكن انه تعطيها، خاصه انه في بعض الحشرات يلي صارت كثير عنيده ومنه هين انه تقدري تخلصي منها. يعني ما بعت لهم مايه تربيه. رح بلش باول صوره عندي اياها وصلتني غاده لليوم. فينا ناخذ اتصال قبل؟ يلا. الو الو، صباح الخير. بونجور. بونجور، اهلين، تفضلي مدام كندا. ايه يلا عم تسمعك، تفضلي. وحياتك، عندي شتلي انا بس ما بعرف شو اسمها، ورقتها مثل ورقه الليمون. اوكي. ورقه صغيره خضراء. ومنقطه شيء باصفر؟ لا خضراء عاديه، بتصير هي بتكبر بتصير شجره، بيدخن جزعه من تحت. صار يهر ورقه، طلعت على الجزع لقيت كانه حبوب عليها من لون جزعه. رشيتها كذا مرة بمي وصابون، ارتاحت شوي، هلأ ماتوا كل ورقة. بس ما قدرت كتير أعرف عندها جزع سميك؟ ايه، هي بس بتعلى وبتصير شجرة عالية. ورقتها مثل ورقة الليمون. بركي عم نحكي عن شيء
فيكس مثلا؟ مش سمعتك اذا بتطيب. بركي الفيكس ولا ما بقدر اقول لك اسم تقولي لي ايه معقول يكون هي؟ لا ما بعرف. ما بتعرفي، اوكي. ايه في نقط عليها؟ لا ما في نقط، بس على الجذع كانه قابي بالجذع، بقب انا بلاقي حشره يعني ميته. اوكي. على الجذع بس؟ اي نعم. اوكي، ممكن عزبك نديمه تبعتي لي صورتها على الواتساب؟ اوكي. فيني عزبك هيك بكون عرفت شو هي واذا هي بتحمل ولا لا. اوكي. رح يعطوك رقم تقدري تبعتي عليه الصوره وانا بقدر اني جاوبك برجع. خدي لنا صورتين ثلاثة إذا في مجال. قريب وبعيد والحشرات كلهم وال هيك والورا. بيكون افضل. رح فرجيكي هلا صوره كمان وصلتني على الواتساب يعني. من ريما عن ياسمينه يلي هلا رح نشوف كيف حالتها، كثير حرام تعيسه لانه وينيل ياسمينه مش مبينه، وبس المنيح فيها انه اذا بنطلع شوفي العروق تبعولها او الاغصان بعدهم خضر كلهم سوا. دونك عم تعطي ورق جديد، وهالورق الجديد دغري عم بيجي عليه الحشرات هون لانه تأخرنا شوي. يعني انا دايما بقول وقت اللي بتبلشي بوقت بكير تشوفي انه في حشرات عليها اكيد بيكون العلاج اسهل بكثير، بينما هون صار في عندي اللي قدرت شوفه يعني على قدر ما قدرت اني هون شوي قريب الصوره قد ما قدرت اني اشوف بقلب الصوره. في عندي شغلتين، في المن يلي عم نشوف نقط كثير صغار السود يلي جاي عليها وهن جايين على الوراق الجديده، والنمش يلي بنقول له النمش كمان يلي هو بيطلع مثل نقط بتجي على قفا الورقة واثنيناتهم ببلشوا ياكلوا من الورق وبيعطوني هالمنظر هيدا، خاصة الورق الجديدة يلي بتكون عم بتبلش تفرخ. هلا بما انه الاغصان بعدها خضرة فاذا بعد في امل انه ترجع عن جديد تفرخ، ولو انه الياسمينة منا كتير سريعة انه ترجع عن جديد تعطي، بس يلي بدنا نعمله هون مثلا بدنا نستعمل مبيد كيماوي لحتى يكون المفعول سريع، لانه شو اللي منجرب الوصفات يلي هي اقل يعني ضرر اللي حتكون كتير ابطا من انه ياكلوها. عندنا كمان اتصال. هدى. ايه. الو. الو. صباح الخير. ايه صباح الخير. تفضلي. مدام كندا. تفضلي. اللي عم تسمعي. بدي اسالك لو سمحتي، عندي زيتوني عمرها تقريبا شي 6 سنين. اوكي. لها. الورقه تبعيتها كتير صغيره، وبعدين فيها عم بيطلع فيها شي ابيض هيك مثل بتمسكيها مثل كانها بتدبي. اوكي. وبعدين الورقه كمان بترجع بتهر عم بتهر ما عم بتعيش. الابيض عم يطلع بين الورقه والغصن؟ نعم. ايه تقريبا بين الورقه والغصن. مثل القطن؟ ايه. اوكي. هذا اللي بنقول له من قطني. ايوه مثل القطني تقريبا. ايه. اوكي. بقولي لاني عم بسقيها كثير او ايام بعطشها كثير، شو السبب؟ هلا عم تسقيها كثير زيتوني ما بدها كثير مي. ايه. هيدي خلينا نتفق عليها. يعني عمرها 6 سنين. كل شهر تقريبا او كل جمعتين؟ كل جمعتين. ايه 10 ايام. هي موجوده ببو ولا بالارض؟ لا موجوده ببرميل حديد. ببرميل حديد. أي. كل 10 ايام جمعتين. اوكي. هلا لانه شوب بلشنا بوقت صار شوب. كل جمعتين مرة. مثلا بس وقتها بنسقي نسقيها كثير منيح. هلا المن بيجي لانه بيكون حواليها في شجريه او في نباتات ثانيه، يعني ممكن ينقل من شجره للثانيه. شجره لشجره. اوكي. فاللي بدك تعملي، جربت ترشي مي وصابون؟ عم بحط لها هي فاري مع مي بخطة وعم بحط اللي عم بيروح وبيرجع بيطلع غيره. بيرجع بيطلع. هلا كل ما يكون انه عم بيمشي حال ضلك اعملي هالشيء، بركي مع الوقت بطل يكون موجود، وعلى النباتات يلي حدها كمان. بس اذا شفتي انه عم بيكتر وما عم بيمشي حال ساعتها بدنا نشتري مبيد حشري للمن القطني. هيدا اسم المرض، المن القطني. يعني طيب والورق ليش صغيره ما بتطلع الورقه طويله كبيره؟ لان في شكل تاني زرعتها قدامنا نشطاني وما احلاها ورقه بجنن وطويل وما في عليها هيدا المن. هيدي بتطلع صغيره بعدين تصفر الورقه وعم ترجع تهر. اوكي. لانه في ضعف، يعني في عندك المن اللي هو موجود ما بخليها مثل ما لازم انها تكبر الورقه. هلا بس حتى تحسي انه ما بقى في هالحشرات هيدي اللي موجوده فيك انك تغذيها الزيتونه مثل كل النباتات، فيك انك تغذيها بترجع بتعطي ورقه حلوه. طيب معقوله في زيتون بري وزيتون عادي؟ اكيد. بتكون هيدي بريه يعني عم تحمل ولا لا؟ لا ابدا، عمرها صار لها شي 6 7 سنين. اوكي. ولا اي شيء ولا عم تزهر؟ ابدا ابدا.
فينا كمان ساعتها ما فيني اقول لك اذا بريه ولا لا، بس فيك تبعتي لي صورتها لحتى اقدر اعرف. اوكي كمان على رقم بيعطوكي اياه تحت الهواء، تقدري انك تبعتي لي صورتها وساعتها بقدر جاوبك اذا بريه ام لا. اوكي اهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي قبل عن موضوع الياسمينة. قلت انه لازم انه نستعمل مبيد حشري كيماوي لحتى نقدر نلحق سرعه النمو الحشرات، تكون يعني نرجع نبطئها اكثر من سرعه الياسمين. النبته اللي هي عم تكبر. عندي سؤال ثاني من هانيا عن الاورتانسيا، بتقول كثير مزهره ما بقى مبين فيها ابدا الورق. عظيم. قدمنا مزهره. ولون الزهره كانت هي السنه الماضيه شريتها كان لونها على زهر غامق كثير، هالسنه فتحانه هيك على زهر افتح، بس حلوين كثير الازهار، بس المشكل انه الورق تبعولها منه مبين من الزهور، ولكن لونه شوي على اصفر مبيض كل الورقه. بكل بساطه بقول لها انه كثير صحتها منيحه للاورتانسيا، الورق تبعولها بيبقى شوي افتح لانه ناقصه غذاء، يعني الغذاء كله راح للازهار، مشان هيك بطل الورق عم بياخذ غذاء كثير. اذا بنحط لها اي مغذي للنباتات المزهره خلينا، مش للورق الاخضر، لانه حتى لو كان هيك منا بعازه انه تعطيني ورق وتبطل تعطي ازهار، خاص للاورتانسيا بيكون افضل. اذا لقى اللي خاص للازالي، للجاردينيا، للكاميليا، كل هالانواع هيدي تقريبا حاجتها للمغذيات هي ذاتها، ففينا انه نجيب مغذي لها الانواع من النباتات ونغذي الاورتانسيا فيها، وما عليها انها تعمل شيء يعني ابدا. هلا ليش لونها زهر فاتح؟ نرجع نجاوب بعد ما ناخذ الاتصال. شو هيدا السسبنس اليوم كثير قوي. الو الو صباح الخير. الو صباح الخير حياة. صباح الخير. تفضلي. ايه بدي اسال بليز كيندا عن الجاردينيا. تفضلي. عم بيطلع بقلبها نمل صار مرتين، عم حطيت لها الدواء تاع النمل، بس بعقولي الزرار عم بهروا. هيدا من مش نمل، النمل بيجي وقتها بيكون في ماء. في نمل نمل. مزبوط، لانه النمل هلا كنا عم نحكي النمل بيجي وقتها بيكون في من، النمل بياكل المن. من. فوقتها بيكون في من معناتها بيقدر انه يصير في عندي نمل. اوكي، وبما انه عم تقول الزر الزر هو اللي عم قبل جاردينيا رشيت لها المبيد الكيماوي حرقتيها دغري بتصفر وبتموت. اوكي، في شغلتين لازم ننتبه لهم وقتها نستعمل المبيد. اول شيء هيدا اسمه المن، فاذا بدنا نجيب الدواء يلي هو خاص بالمن، وقت اللي بدنا نرشه بده يكون ساقيين قبل بنهار لحتى ما تكون عطشانه مشان ما تصفر وتموت دغري. اوكي، هيدي شغله. وتاني شيء بدنا ننتبه للكميه اللي عم نحطها، يعني نحط قد ما لازم واقل معلش، بس اكثر في خطر انه نحرقها. هولي هالاشياء ننتبه لها وقت نكون عم نرش. هلا مع كل هيدا بيقدر انه وقت نرش اي نبته تصفر شوي وبعدين ترجع تفرخ عن جديد. عظيم. اوكي، انا بفتكر وقتنا كمان خلص، ما فينا نجاوب عن الاورتانسيا. فينا، يلا على السريع. بس تقول انه بيفتح لونه شوي لانه الاورتانسيا وقتها يكون التربه تبعولها كثير الكالاين او بنسميها قلويه بيكون لونه زهر غامق، وقتها يكون بلش يوصل للنوتر، يعني التراب، تركيبة التراب هي اللي بتلعب دور بتلوينتها، وممكن انه المكان اللي هي زرعتها فيه يكون التراب تبعها منه كثير الكلاين فبتعطيني هاللون الافتح، طالما انها مزهره وزهرتها كبيره جميله مغلية هالقد مفتحة نتركها مثل ما هي او نزيد لها مادة اللي بنسميها اللايم يلي بتخلي يصير في عندي قلوية أكثر بالتراب وبالتالي ترجع تعطيني اللون الزهر. ميرسي لك كندا، بريك وبنرجع منتابع، خليكم معنا.